الحمد لله، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل قابل التوب، فليس بينه وبين العباد خائن. جعل ما على الأرض زينة لها، وكل ما فيها لا محالة زائل. حذر الناس من الشياطين، وللشياطين منافذ وحبائل. من اهتدى بهديه فذلك الكيس العاقل، ومن اعرض عن ذكره واتبع هواه فذلك الضال الغافل. واشهد ان لا اله الا الله، منزه عن الشبيه والشريك والمماثل والمشاكل. من للعباد غيره، من للعباد غيره، ومن يدبر الأمر ويعدل المال، من يشفي المريض، ومن يرعى الأجندة في بطون الحوامل، من يرزق العصاة ولولا همه ما أكلوا من المزابل، من ينصر المظلوم ولولا عبده لاستوى القتيل والقاتل، من هدانا، من كسانا، من جعل لنا الابدان والحلائل، هو الله الملك الحق، وكل ما سوى الله باق. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، النبي العربي القرشي الامي، الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه تنجينا بها من شر النوازل ثم اما بعد. فحديثنا اليوم ربما حددته وزاره الاوقاف تحت عنوان الدين والانسان. وبالحقيقه ان الانسان لا يستطيع ان يعيش ولا يستطيع ان يحيا من غير دين، والا فهي حياه اشبه ما تكون بالموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال الله عز وجل عن تأثير الدين على الإنسان: أومن كان ميتا فسمى الذي يعيش من غير دين ميتا، وإن كانت تجري فيه الروح أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي فأحييناه بالدين وبالإيمان. إن أردت أن تعرف وأن ترى إلى تأثير الدين على الإنسان والإنسانية، فانظر وتأمل إلى حال الجبر الجزيرة العربية، كيف كانت قبل بعد رسول الله، وكيف صارت بعد ميلاد رسول الله أو بعد بعثته. انظر وتأمل إلى قوم أتى إليهم رسول الله فوجدهم حفاة عراة رعاة للإبل أو للبغل، فصاروا أو صيرهم الإسلام قادة للحضارات والأمم. انظر معي وتأمل إلى أثر الدين ملموسا في الحياة. انظر، وقد كان العرب قبل الإسلام يشربون الخمر، بل يدمنون الخمر حتى أصطلت الخمر قبولا. قال الصديق رحمه الله: ولقد رأيت يوما رجلا مخمورا سكرانا يمسك بعذرة، هذه فضلات الإنسان أعزكم الله، قال: يمسكها ويعبث فيها بيده ثم يدنيها من فمه، فإذا أشم رائحتها ثم أدناها، وهكذا أصطلت الخمر رأسه وأذهبت عقله. قال: أهكذا تصنع الخمر بالناس؟ والله لا أشربها أبدا. انظر إلى
قالوا يا رسول الله وحدتين. قال وحدتين. قالوا يا رسول الله وحدتين. قال فإذا كانت أماً جعل الإسلام الجنة تحت قدميها، فإذا كانت زوجةً جعل رسول الله الخيرية في الإحسان إليها، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، صلوات ربي وسلامه عليه. أنا أريدك أن تنظر إلى التغيير جلياً، كيف يغير الإسلام طبعاً، كيف يعقب الإسلام وأصول التسابيح عندهم إنما
وردت في ذلك رسائل ودراسات. يقول الشيخ مكتوب: ولقد نظرت الى اصول التشريع في اوروبا وقارنتها بالفقه فرايت انها قد اخذت واقتبست من شرح الشيخ احمد الدردير على مختصر الشيخ الخليل، وهو مختصر في الفقه المالكي. وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا.